الشجاعة من الصفات المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة في الإنسان عشان يعرف يعيش، عشان يعرف يعيش قوي وسعيد. الشجاعة يعني قول الحق، الشجاعة يعني إني ما خافش من الضلمة، ما خافش من القطة، ما خافش من الكلب. الأطفال الصغيرين بيبقى عندهم هواجس وحاجات كتيرة بتيجي في دماغهم بتخليهم ما يبقى يفقدوا الشجاعة. طب إزاي أعود ابني على الشجاعة؟ الحقيقة عشان أقدر أعوده على الشجاعة لازم أولاً أقدر مخاوفه، وأقدر إن الطفل اللي بيبقى في سن 6-7 سنين 8 سنين بيبقى عنده هواجس ومخاوف كتيرة جداً من كل شيء خيالي، فأخد بالي وأقدر إحساسه لكن في نفس الوقت أشجعه. الحقيقة الأب بيلعب دور مهم جداً مع أولاده في القيمة دي، لأن هو بيبقى بالنسبة لهم رمز القوة والشجاعة. أرجوكم ليه ضروري نبعد عن كلمات أنت راجل، أنت عيل، أنت عايز تخاف من الظلمة؟ لا، أرجوك يا طفل طبيعي جدا هو يخاف من الظلمة، بس أنا لازم كمان أفهمه يعمل إيه لما يبقى في الظلمة. يعني سهل قوي أن أنا أقول لابني لو أنت بتخاف من الظلمة فكر في حاجة أنت بتحبها، غمض عينك. إحنا لما بنغمض عينينا كده ولا كده بتبقى الدنيا ضلمة. لو غمضت عينك وفكرت في حاجة بتحبها هيروح خالص منك إحساس الخوف من الضلمة. لو ابنك بيخاف من قطة أو بيخاف من كلب أو أي حيوان هتيهوله ووريله إزاي يتعامل معاه في البيت. أنتي اوعي تصدري له مخاوفك من إنك بتخافي من شيء معين. الحاجات دي كلها بتكون عندهم سلبيات فكرية.